بداية سنشير إلى مرتكزات وأهداف البكالوريا المهنية وكيفية تنظيم الدراسة بمسالكها. بعد ذلك سنتعرف على إمكانات التوجيه بعد الجذع المشترك المهني الصناعي، طريقة الترشيح، ثم إعادة التوجيه، وأخيرا مسارات وبعض الآفاق الدراسية للبكالوريا المهنية الصناعية. تنظم البكالوريا المهنية في إطار شراكة بين الثانويات التأهيلية ومعاهد التكوين المهني المجاورة والمهنيين، حيث يلتزم كل طرف بما يلي: الثانويات التأهيلية تسهر على تدريس مواد التعليم العام، معاهد التكوين المهني تلتزم بتدريس المواد المهنية ومواكبة التدريب بالمقاولات، والمقاولات المهنية تحتضن التدريب الميدانية. كما تجدر بنا الإشارة إلى أن المواد العلمية والمواد المهنية تدرس باللغة الفرنسية. فيما يخص أهداف البكالوريا المهنية، فقد تم إحداثها ابتداء من الموسم الدراسي 2014-2015، وذلك سعيا إلى تنويع العرض المدرسي والتكويني بالسلك الثانوي التأهيلي لجعله أكثر استجابة لمتطلبات سوق الشغل، توفير كفاءات بشرية ذات مهارات مهنية عالية في مختلف التخصصات، وكذلك من أجل مد الجسور بين المسارات الدراسية والتكوينات المهنية. لتحضير البكالوريا المهنية تمتد الدراسة على مرحلتين: مرحلة تمهيدية لمدة سنة دراسية كاملة بسلك أحد الجذوع المشترك المهني الثلاثة، إما الصناعي أو الخدماتي أو الفلاحي، ثم مرحلة التخصص والتي تستغرق الدراسة بها سنتين بأحد المسالك المهنية المتفرعة عن كل جذع مشترك مهني. بعد تقديم نبذة عن البكالوريا المهنية، نمر الآن لتسليط الضوء على الشق الأهم من هذا العرض والمتعلق بالجذع المشترك المهني الصناعي. يبين لنا هذا الجدول حصص ومعاملات المواد المدرسة بهذا الجذع. فكما تلاحظون، المواد المهنية والمواد العلمية تحظى بأعلى المعاملات، تليها مادة اللغة الفرنسية ومادة اللغة الإنجليزية. فيما يخص إمكانات التوجيه بعد الجذع المشترك المهني الصناعي، فتلاميذ هذا الجذع يمكنهم الترشح لولوج مسالك سنة أولى من سلك البكالوريا المهنية في التخصصات الصناعية، أو ولوج مستوى التأهيل بالتكوين المهني. فيما يخص ولوج الشعب العلمية أو الشعب التكنولوجية أو شعبة الفنون التطبيقية أو شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير، فهذا يتم في إطار عملية إعادة التوجيه. بالنسبة للتخصصات الصناعية، فيمكن تصنيفها حسب ثلاثة أقطاب: قطب الهندسة الميكانيكية، قطب الهندسة الكهربائية والمعلوماتية، قطب البناء والأشغال العمومية. حيث يتضمن قطب الهندسة الميكانيكية المسالك التالية: مسلك صناعة البنيات المعدنية، مسلك التصنيع الميكانيكي، ومسلك صناعة الطائرات. بينما يتضمن قطب الهندسة الكهربائية والمعلوماتية المسالك التالية: الإلكتروتكنيك وأجهزة التواصل، التبريد وتكييف الهواء، صيانة المركبات المتحركة خيار السيارات، الصيانة الصناعية، الصيانة المعلوماتية والشبكات، النظم الإلكترونية والرقمية،
ومسلك الطاقات المتجددة خيار نظم الطاقة الشمسية. فيما يخص قطب البناء والأشغال العمومية، فهو يتضمن مسلك فنون وتقنيات الخشب، مسلك رسم البناء، ومسلك أوراش البناء. بعدما تعرفنا على إمكانات التوجيه، نمر الآن للاطلاع على نظام التقويم بسلك البكالوريا المهنية الصناعية، حيث يبين لنا الجدول الآتي حصص ومعاملات المواد المدرسة بالسنة الأولى والسنة الثانية بكالوريا. وكما تلاحظون، فالمواد المهنية تحظى بأعلى المعاملات، تليها المواد العلمية ثم اللغة الفرنسية. إضافة إلى المراقبة المستمرة، يجتاز تلاميذ المسالك المهنية الصناعية امتحاناً جهوياً نهاية السنة الأولى بكالوريا، حيث يشمل المواد التالية: اللغة والثقافة العربية، اللغة الفرنسية، والتربية الإسلامية. وفي نهاية السنة الثانية بكالوريا يتم اجتياز امتحانا موحدا وطنيا يشمل مادة الفلسفة، اللغة الأجنبية الثانية، الرياضيات، الفيزياء والكيمياء، ثم المواد المهنية. فيما يخص طريقة الترشيح لولوج مسالك السنة الأولى بكالوريا المهنية، فتتم عبر ثلاثة مراحل. مرحلة أولى، يقوم خلالها تلاميذ الجذع المشترك المهني الصناعي بتعبئة بطاقة الرغبات في حدود ثلاثة اختيارات مهنية، إلى جانب تعبئة بطاقة ترشيح خاصة عن كل اختيار. تليها مرحلة ثانية، يتم خلالها الانتقاء الأولي، وذلك بناء على درجة استحقاق التلاميذ المترشحين، حيث يتم احتساب معدل للانتقاء انطلاقا من نتائجهم في المواد الدراسية المؤهلة. وأخيرا مرحلة ثالثة، يتم فيها الحسم في قرارات التوجيه المتعلقة بالتلاميذ، وذلك خلال مجالس الأقسام الخاصة بالتوجيه والتي تنعقد بالمؤسسات الثانوية الأصلية نهاية السنة الدراسية. يبين لنا الجدول التالي طريقة حساب معدل الانتقاء لولوج السنة الأولى بكالوريا مهنية صناعية، حيث تظهر لنا يمين الجدول المواد المؤهلة والتي تتجلى في المواد المهنية: الفيزياء والكيمياء، الرياضيات، واللغة الفرنسية. يسار الجدول تظهر لنا الصيغ المعتمدة لحساب معدلات الانتقاء، حيث تهم الصيغة الأولى التوجيه إلى المسالك الصناعية وإعادة التوجيه بينها، بينما تخص الصيغة الثانية إعادة التوجيه إلى المسالك الصناعية من باقي الشعب. بعدما تطرقنا إلى مختلف المعلومات المتعلقة بالتخصصات الصناعية، نمر الآن إلى التكوين المهني. فكما تمت الإشارة سابقا، فيمكن لتلاميذ الجذع المشترك المهني الصناعي الالتحاق بمستوى التأهيل بمراكز التكوين المهني، حيث تتم عملية الولوج بعد تعبئة بطاقة الترشيح ثم النجاح في المباراة المنظمة من طرف مؤسسة التكوين المهني. فيما يخص التكوين، فهو يرتكز على مواد نظرية وأشغال تطبيقية وتداريب داخل المقاولات. مدة التكوين سنتان، حيث يتم الحصول بعدها على دبلوم التأهيل المهني. فيما يخص إعادة التوجيه، فهي فرصة تعطى للتلاميذ قصد تصحيح اختياراتهم بحكم عدم القدرة على المسايرة والاندماج، حيث تتاح لتلاميذ المسارات المهنية إمكانية إعادة التوجيه
إلى مسارات دراسية غير مهنية، وذلك في بداية السنة الدراسية. نمر الآن إلى الشق الأخير من العرض والمتعلق بمسارات البكالوريا المهنية والآفاق الدراسية، حيث يمكن للتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا المهنية ولوج سوق الشغل مباشرة، لأن هذه الشهادة تعادل دبلوم مستوى التقني، أو ولوج مستوى التقني المتخصص بمعاهد التكوين المهني، أو ولوج المعاهد والمدارس العليا والكليات والجامعات. كما تجدر بنا الإشارة إلى أن التلاميذ الذين لم يتمكنوا من الحصول على شهادة البكالوريا المهنية فيمكنهم ولوج السنة الثانية من مستوى التقني بمؤسسات التكوين المهني. فيما يخص الآفاق الدراسية، فبعد الحصول على شهادة البكالوريا يمكن لتلاميذ مسالك الهندسة الميكانيكية وتلاميذ مسالك الهندسة الكهربائية والمعلوماتية ولوج مجموعة من المعاهد والمدارس العليا، من بينها المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، المدارس الوطنية العليا للفنون والمهن، كلية العلوم والتقنيات، المدرسة العليا للتكنولوجيا، شهادة التقني العالي، معهد التكوين في مهن السيارات، معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة، المعهد العالي للدراسات البحرية، القوات المسلحة الملكية، المعهد العالي للإعلام والاتصال، كما يمكنهم كذلك الالتحاق بالشرطة أو بالدرك الملكي. بالنسبة للتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا المهنية في تخصصات البناء والأشغال العمومية، فيمكنهم كذلك ولوج مجموعة من المعاهد والمدارس العليا، من بينها معاهد تكوين التقنيين المتخصصين في الأشغال العمومية، معهد تكوين التقنيين المتخصصين في الهندسة المعمارية، شهادة التقني العالي، المدارس العليا للتكنولوجيا، كليات العلوم والتقنيات، المعهد العالي للدراسات البحرية، معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة، المعهد العالي للإعلام والاتصال، كما يمكنهم ولوج صفوف القوات المسلحة الملكية، الشرطة والدرك الملكي. أشكركم على تتبعكم لهذا العرض، وأتمنى لكم مسارا دراسيا ومهنيا موفقا.